كان ما زلنا في الكزلاي. الكزلاي ساعة هكذا والله ما نعم ساعة يعني شارع حق الناس. أنا عند خروج الكزلاي هكذا يعني. مارزين الكزلاي أنا أعرفه من صف تاسع، كنت أجي أدرس أنا لغة تركي. لحظة، ليش الشمس ورايا؟ أشدت شعري ورايا. الذي أنا فخور بها صدق إن أنا كنت أصغر واحد الذي بيدرس تركي كامل. مش فخور من أجل اللغة يعني نسيتها، بس التجربة إنك كانت أول تجربة لي في معهد، في معهد تومر هذا بيدرس لغة تركي. كانت تجربة جميلة. لقيت واحد فرنسي اسمه تيوفل، ما ندعي تيوف، قال لي أهم حاجة في الحياة هي عائلتك. كل حاجة تغيرت، كل شيء في الكزلاي تغير إلا حاجة واحدة ما تغيرش، جالس هو. تحية للشيبة الذي في الكزلاي، نحييك نحييك. ليش الشمس ورايا؟ حاجة ثانية ذكرتها في نفس هذا المكان، كنت اشتي اصور سنابة تمام؟ كنت مستحي، كنت انزل السنابة من نازل، يعني كنت اطلع التلفون من نازل، مفجول احد يبصرني، اذا الحين خاطب الكاميرا وسطهم، يعني ما ادري ايش يعني هذا الشيء، بس انه انا اقول لكم بس. البوليس منتشر تمام بعد الانتخابات وهكذا، ليش ما قد مسكونيش لهذا الحين؟ كوك يسألوك يعني بزول الجواز هذا بس لأن معي الكاميرا، فباين انه شكلي سايح. That's why لأن انا بين التبج ذا الحين. لا حول يمن يوسف أبي. أنا كنت عادة أسير ماكدونالدز كنتاكي وصرف يعني 23 ليرة للساندويتش. هانا يدورة دجاج ورز وبطاط وخبز 5-8 ليرة. ما يوسف أبي أنا حلافة الذهب. ويوسف أبي تحية له يوسف أبي.